السلام عليكم، معكم ناصر ميغري مدير اتصال لمهرجان الدولي صيف لودايا. فبالنسبة لصيف لودايا هذا العام فهذه تكون الدورة السادسة ديالو إن شاء الله، وهذه يكون إن شاء الله هذه بتبدأ من 27 يوليو حتى ل 1 غشت إن شاء الله. فبالنسبة للافتتاح هذه يكون فيه لو تروفي يعني درع المهرجان اللي هو جائزة كيعطيوها لرواد الأغنية المغربية اللي العام اللي فات كان خداها الأستاذ العلوي، العام اللي قبل فخداها الأستاذ الدكالي الموسيقى، وهذا العام ان شاء الله ياخذها السي نعمان الحلو الموسيقار ديالنا السي نعمان الحلو. فبالنسبه للمهرجان عنده دائما جوائز اللي كيتعطاو في وسط المهرجان، وهذه حتى هي كتعطي واحد لوريجيناليتي واحد يعني واحد التنوع ديال الانماط والالوان الموسيقيه في هذا المهرجان، بحيث كل جائزه كتكرم الرؤساء والموسيقيين ديال ان ستيل بريسي. فبالنسبه الخلالة الذهبية هذا العام هذه ياخذوها لو جروب ارشاش اللي هما يعني بداو من السبعينات المسار ديالهم واتجهوا في الاغنيه يعني الغوانيه بطريقه امازيغيه، وهذا كان مهم بالنسبه للاغنيه الامازيغيه هذا الاتجاه. فالعام اللي فات كان خداها الاستاذ دامو الخلالة الذهبية، كان خداتها تحيحيت سبع مرانات، وخداها رويش الله يرحمه في العام الاول المهرجان، وهذا العام ارشاش ان شاء الله. وان شاء الله فالمهرجان كيكون دائما في جوج ثلاثة ديال لي زيسباس ثلاثة ديال ليو، كيكون في المكان الاول الافتتاحية كتكون بالمعرض التشكيلي لهذا العام، فدولة رومانيا هي اللي معروضة كضيفة في المهرجان. بالنسبة للفنون التشكيلية كاين راديا سيمينيوك مولين اللي هي رسامة كبيرة وخلقت واحد التيار في الرسم، ان شاء الله نخليو الجمهور يجيو للمعرض ويكتشفوا هذا التيار اللي خلقته. هذه بالنسبة للاكسبوزيسيون. بالنسبة للجردة فكتكون لا بلاص ديال الحديقة لداخل جردة اوندالو، كيكون فيها الافتتاح وتكون فيها اليوم الثاني اللي غادي يكون فيه تركيين، يعني ان جروب مجموعة من تركيا كدير لا ميوزيك فولكلوريك الموسيقى الثقافيه والفولكلوريه ديال تركيا، وهذا فهو يعني عامل جديد بالنسبه للمهرجان بحيث فهو عالمي، فخص ضروري يكون الحوار ديال ثقافه العالم. فان شاء الله في اليوم الثالث غادي يكون برا يعني في الساحه الكبيره ديال قصبه لودايا، وغادي يكون جائزه ميغري للخلاله للموسيقى العالميه اللي فايت لوخداها الاعوام اللي فاتوا جباره الشاب قادر وريباب فيزيون، وهذا العام ان شاء الله غادي ياخذها الاستاذ حميد بوسناق اللي هو من المنطقه ديال وجده. وبالنسبه للمنطقه ديال وجده فهناك المهرجان كيعطي واحد السهره يعني كامله اللي هو لا تيماتيك ديالها هو لو غاي، وهذه فكاينه شراكه ما بين المهرجان وفنون وجده اغ يعني جمعيه فنون وجده اللي كيصايبوا المهرجان الدولي للراي، فهما كيبعثوا لنا المهرجان مغنيين اللي هما كيبدعوا في فن الراي، وكنشجعوا هذا الفن وخصو ياخذ مكانته كما الاغنيه الامازيغيه والاغنيه الكلاسيكيه المغربيه والاغنيه الشبابيه وبزاف ديال الانماط. فهذا المهرجان بصح كيبين تقريبا جميع القوات اللي عندنا في الثقافه المغربيه والتنوع اللي بغيت نقول، التنوع اللي عندنا مهم في الثقافات المغربيه. هذا العام يكون عاوتاني الموسيقى الصحراويه الحسانيه عن طريق سي باعيه، فغادي ياخذ ان شاء الله جائزه الفارابي اللي هي جائزه كياخذوها رواد الاغنيه الاغنيه الطربيه يعني كبجدوب الأغنية العتيقة القديمة كالأغنية الحسانية أغنية تراثية اللي بغيت نقول. فكان خداها الأستاذ بجدوب، خداها محمود غيني الله يرحمه على الشهاد ديالو في التراث القناوي، وإن شاء الله هذه يكون نهار ديال الأغنية العالمية اللي غادي يكون فيه مجموعة من الكونغو، وغادي نكون فيها أنا غادي نغني هذا العام في المهرجان. غادي نقدم سهرة فيها يعني جديد بالنسبة لي، فهادي عامين ما غنيتش في مدينة الرباط، وهذا رجوع ديالي للمدينة ديالي والحي ديالي، فكان فدرت جولة في تونس
في الجزائر، في فرنسا، في اسبانيا، في المغرب. وهاد الوقيته يعني عامين مشيت غبرت على الرباط، وهذا الرجوع ديالي فهو مهم بالنسبه ليا. شيء اخر، فكاين مجموعه عود كارافان اللي هما مشكلين من استاذ نبيل الخالدي ونصر الهواري وعازفين واحد اخرين اللي هما ماهرين، اسسوا هاد المجموعه. طيب، على ذكر الشراكه ديال جمعيه فنون ديال وجده، نادي فنسان كوم خطو بان هناك تبادل او ترسلوا لكم بعض المغنيين. اكزاكتومون. كجمعيه ديال سيكل الليل، شنو هو المقابل؟ يعني شنو هو وي لا المشاركه ديالكم في المشاركه الاولى استاذ، هي انه الراي حاضر بقوه في العاصمه الرباط، وهادو محتاجين ليها المهرجان ديال الراي دوجدا. هو باغي ليبانويسمون، يعني باغي الموسيقى ديال الراي تكون تفرض نفسها، وهذا فإلا كانت في العاصمه المغربيه ليله مخصصه غير السيل ديال الراي فهذا الكثير. وكاين تبادل ديال الفنانين، فهناك احنا كنقدو حتى حنا. هل هي شراكه من طرف واحد او من طرف الاثنين؟ الو، هي شراكه من طرف رئيس المجلس الوطني للموسيقى اللي هو استاذ حسن مقري، واستاذ دكتور عماره اللي هو الرئيس ديال جمعيه فنون اخ، فداروا هذه الشراكه في 2015 في الفعاليات ديال الكولوك على تراث الراي اللي كيديرها، نشر موسيقى الراي والاعتراف به كتراث عالمي. هذه هي الرساله. بالنسبه لهذا العام، شنو هو التميز الجديد اللي ما خلقوش الدورات الخمس؟ نمشيو ديريكتومون للموسيقى الحسانيه، فاول مره غادي تكون حاضره الموسيقى الحسانيه. بالنسبه للفرق من الكونغو ولا من تركيا، فكانوا عندنا فرق من الهند، كانوا عندنا فرق من المونغوليا، كانوا عندنا فرق من اليونان، دول كثيره جاوا للمهرجان. ولكن بالنسبه لموسيقتنا، فالموسيقى الحسانيه هذا العام مكرمه بجائزه اللي هي جائزه الفارابي، وهذا هو الجديد في هذه الدوره ان شاء الله. مدير الاتصال، واش تنويو تطوروا هذا المهرجان هذا، نفتحوا على باقي الالوان اللي كاينين في الغناء، او لا عاد تحافظوا على هذا الجوائز الاربعه وهذه النمط اللي غادي لكم؟ وي، انا في الدور ديالي في هذا المهرجان هو نعرف المهرجان للصحافه، فابا بريس هما معنا في بارتنير اوفيسيال معنا في المهرجان، هما بزاف ديال لي سوبور ميدياتيك. الحمد لله عندنا هذا العام 27 سوبور ديال الصحافه في المغرب وفي العالم، فجبنا حتى من افريقيا الوسطى ومن الكاميرون. بالنسبه للا بروغراماسيون، البرمجه فكيتكلف بها المدير الفني، المديره الفنيه اللي هي لوفاء بناني، وحتى الاستاذ النفالي فهو مدير تنفيذي، حتى هو يعني كيعطي الراي ديالو بالنسبه للا بروغراماسيون. وبالنسبه للناس اللي كياخذوا الجوائز، فالاستاذ حسن مقري مع الوزاره اللي على راسها الاستاذ امين صبيحي نوتخ مينيستر، فهما اللي كيقرروا على الناس اللي كياخذوا هذه الجوائز اللي هي مدعمه من وزاره الثقافه ومن اليونسكو. طيب، على ذكر مدير البرمجه السي حسن النفالي، كنا وجهنا ليه واحد السؤال السنه الفارطه حول هل هناك برمجه لندوات تعتني بالموسيقى العالميه؟ نسيت ما نهضر على هذه الناحيه. وضعنا له سؤال، قلنا العام الجاي وعدنا بان العام الجاي غتكون هناك. ايوا، ما خطاش الاستاذ حسن النفالي، ففعلا هذا العام غادي يكونوا ندوات، وغادي يكونوا حتى ندوات بالنسبه للفنانين باش يتلاقاو مع الصحافه، ويكون عندهم الوقت اكثر باش ينفتحوا للصحافه، والصحافه تاخذ راحتها معاهم. فكل عام اوي هذا العام فصايبنا لو سيت ديالنا اللي هو www.festivaletdj judaya.com. alors était des judaya blash les accents غير était des judaya.com. وكاينه لا باج فيسبوك فيه جميع المعلومات، وحتى الدورات اللي فاتوا حتى هما فيهم المعلومات ديالهم والناس اللي خداو الجوائز. وبصراحه فهاد لو سيت تا هو يعاوننا في لا كومونيكاسيون. اذا كلمه اخيره نخليوها للناس.
باش نقول لك انا بعدا فرحان بزاف اللي حنا بعدا هاد الانترفيو خصكم تعرفوا راه هو في وجده، رحنا في واحد فندق من فنادق وجده، والحضور ديال ابا بريس فرحني اللي لقيته في المدينه ديالي ديال الاصول ديالي، وهذا الاهتمام ديال هاد الشركه الصحفيه الجديده، فكنتمنى لكم التوفيق وهذا المسار اللي غاديين فيه وهاد التغطيات اللي كديروها فهي كتنفع الثقافه المغربيه. شكرا. شكرا شكرا أستاذي.